أسدل الستار أخيرا على الانتخابات التشريعية والتي ستفضي نتائجها إلى من سيمثل العراقيين في مجلس النواب بدورته الخامسة في عملية ديمقراطية جرت وسط رقابة دولية ومحلية. الانتخابات وإن شابها بعض الأخطاء والكبوات إلا أنها تفسر بأنها ممارسة صحية ديمقراطية قد تنقل البلاد إلى حالة أفضل إذا ما علمنا بأن هناك دعم قوي من الدولة لهذه الانتخابات قدرت بحدود 900 مليار دينار من أجل نجاح هذه العملية. ولكن عزوف المواطن للأسف الشديد على الذهاب للانتخابات بقوة ربما هو دليل واضح على أن المواطن العراقي فقد ثقته بحكومته، وعلى الحكومة أن تعيد هذه الثقة لهذا المواطن، وعليها أن تكون الممارسات القادمة ممارسات ديمقراطية تعمل من أجل تغيير الحال الذي يشعر به المواطن العراقي. أما القراءات الأخرى فلم تخفي وجود بعض أماكن الخلل في الجوانب الفنية التي رافقت العملية الانتخابية، أخر بعضها عملية الاقتراع وحرم بعضها الآخر ناخبين من الإدلاء بأصواتهم. هو تطور ستيب باي ستيب في العملية الديمقراطية في العراق، ونتمنى مخرجاتها أن تكون إيجابية. أما يعني بعض السلبيات هنالك يعني بعض الخروقات في الأجهزة في الجانب التكنولوجي. في المقابل ينتظر الشارع العراقي أن يثمر هذا الاستحقاق بإنتاج معادلة عادلة تلبي طموحه لا طموحات الفائزين بالمقاعد النيابية، وتحقق مطالب المرجعية والمجتمع المنادية بتغيير الواقع الحالي. انتهى السباق نحو البيت التشريعي بعملية انتخابية، وإن سجلت عليها بعض الملاحظات لأنها أعطت الفرصة للناخب لاختيار من سيمثله بكل حرية للدورة البرلمانية القادمة. حسين ياسين، الفرات، بغداد.